السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده مليانه ناس، يعني مش واحد من التابعين لوحده، ده فيها واحد اتنين تلاته اربع شخصيات منهم صحابي واتنين تابعين، يعني قصه طويله. بس قبل ما ادخل في القصه، انتوا عارفين ان رمضان ده شهر تحقيق الامنيات؟ حد فكر في الحكايه دي قبل كده؟ والله يا جماعه، والله شوف انت بتتمنى ايه وادعي بيه وانويه واملى بيه دماغك واحلم بيه وركز عليه واصدق فيه مع ربنا، هعمله وهجتهد فيه بعد رمضان، واستفيد من الطاقة الإيمانية والروحية بتاعت رمضان، قراءة القرآن والذكر والدعاء، وقول كل ده هعمله، كل العبادة دي هعملها بنية إن ربنا السنة الجاية يحقق لي الهدف ده. هدفك إيه؟ شركة بقى، ولا تكبر عمل بتاعك، ولا تجوز فلانة، ولا تعمل كذا، ولا نفسك في إيه؟ والله يا جماعة شهر تحقيق الأمنيات. نادرا ما يوجد إنسان يتمنى شيء ويركز عليه ويصدق فيه ويشتغل معاه إلا ولازم عينيه تشوفه قبل ما يموت. وافتكروا الكلمة دي، وده التاريخ، ودي حركة الحياة. ليه بقول الكلام ده وبقول بالذات في رمضان؟ بقول الكلام ده وبقول بالذات في رمضان لأن حلقة النهاردة مع الفرسان التلاتة. مين الفرسان التلاتة؟ هم ثلاث إخوات، واحد سياسي والتاني قائد عسكري والثالث عالم من أكبر علماء المسلمين. والثلاثة أخوات، واحد منهم صحابي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، واثنين منهم تابعين اتولدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة أولاد واحد من العشرة المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام. فاحنا بنحكي قصة ثلاثة كتير قوي، هنحاول بقى ولاد الزبير بن العوام. بس أنا عايز أبتدي القصة بفكرة الأمنيات لما بتتحقق. ايه فكرة الأمنيات لما بتتحقق؟ كان في أربعة قاعدين تحت ظل الكعبة في ليلة من ليالي رمضان. الأربعة أصحاب. الأربعة شباب صغير، 14 15 سنة. وخلصوا كده الصلاة بالليل، وفي جو الروحاني بتاع رمضان، واحد منهم بص للتانيين وقال لهم: تعالوا نتمنى. كل واحد يقول أمنيته. أمنيات رمضان بتتحقق. الأربعة مين؟ ولاد الزبير بن العوام الثلاثة، عبد الله بن الزبير صحابي، ومصعب بن الزبير تابعي، وعروة بن الزبير تابعي، ومين الرابع؟ صديق ليهم من الأسرة بني أمية، من الأسرة الفخمة في بني أمية، اسمه عبد الملك بن مروان. الأربعة زي ما بقول لكم شباب صغير في ليلة من ليالي رمضان، يلا نقول أمنياتنا. فالأولاني عبد الله بن الزبير قال: أتمنى أن أحكم الحجاز، أبقى حاكم الحجاز. حلم بعيد قوي، ده أنت 14 سنة. يبدو أن الأمم لما بتبقى في بداية قوتها، الكلام ده خلي بالكم في زمن سيدنا عثمان بن عفان، يعني كان هو الخليفة في ذلك الوقت، الأمة الإسلامية كانت شابة بتبدأ تنطلق نحو العالمية ونحو الانتصارات الكبرى. فيبدو أن الشباب بيطلعوا بنفس أحلام أمتهم: أتمنى أن أحكم الحجاز وأن أنال الخلافة الإسلامية، أبقى خليفة المسلمين زي عمر وزي عثمان. ده حلم مين؟ الأولاني عبد الله بن الزبير. الثاني أخوه مصعب بن العمير، مصعب بن الزبير، قال: أتمنى أن أحكم العراق، بيوزعوا الخريطة، وأن أتزوج فاطمة بنت الحسين، أمنيته. والثالث عبد الملك بن مروان بص لهم كده قال لهم: أمنياتكم محدودة، أنا أمنيتي أن أحكم الأرض كلها، مش بس الحجاز ولا العراق، أن أحكم الأرض كلها. الرابع عروة بن الزبير فضل ساكت، قالوا له: أنت إيه أمنيتك؟ قال: أما أنا فأمنيتي أن أكون أعلم أهل الأرض، أكون أعلم الناس، وأن أكون من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. أربع أمنيات، أربع أحلام لأربع شباب. الأمنيات كلها في رمضان، أنا مسميه شهر الأمنيات. أنا كل أمنياتي في الحياة تمنيتها في رمضان، ونقلاتي في الحياة، في حياتي الشخصية، سواء على مستوى أسرتي أو على مستوى رسالتي، كانت في رمضان. أنا شايفه كده. ويا على فكرة، فكرة حلوة قوي إنك تقول كل عبادتي الشهر ده بنية إن ربنا يحقق لي الأمنية دي. والله هيحصل. الأربعة تمنوا، والنوايا على الله، عايزينها ليه؟ عبد الله بن الزبير عايز الحجاز ليه؟ يا ترى من اجل اصدار الحق
وإصلاح الأمة، ولا من أجل أن أنا عايز أبقى خليفة؟ الله أعلم. النوايا على الله حيبان في الآخر، حيبان في الآخر. عقبة بن الزبير عايز يكون ليه أعلم أهل الأرض، مصعب عايز يكون ليه حاكم العراق، عبد الملك بن مروان ليه عايز يبقى حاكم الأرض كلها؟ النوايا إيه؟ والله يا جماعة تقول الناس زي ما هي عايزة، لأن عادة النوايا بتفضل ماشية في سكة المصلحة الشخصية، الاتنين ماشيين في سكة واحدة لغاية ما يحصل تعارض، ساعتها تعرف كانت نيته إيه. كويس؟ الأربعة اختاروا والأربعة تمنوا. تعالوا نشوف واحد واحد حصل له إيه مع أمنيته. بس قبل ما أقول لكم واحد واحد حصل له إيه، أنا عايز أحكي القصة من الآخر. دارت الأيام ولف الزمان دورته، والأربعة أحلامهم اتحققت وهم عندهم 14 سنة، اتحققت وهم عندهم 50 و60 سنة. عبد الله بن الزبير صار حاكم على الحجاز وصار خليفة للمسلمين، وبويع في مصر والعراق والحجاز واليمن، وفضل حاكم وخليفة للمسلمين لمدة 9 سنوات. مصعب ابن الزبير صار خليفة وحاكما على العراق لا ينازعه فيه أحد، وتزوج فاطمة بنت الحسين. عبد الملك بن مروان أراد أن يكون حاكما للأرض وخليفة على المسلمين، فتصارع مع مصعب ومع عبد الله بن الزبير صحابه اللي كانوا قاعدين مع بعض في يوم من الأيام، وقتل الأول وقتل التاني وبقى خليفة على الأرض كلها. عروة بن الزبير اتحققت أحلامه وصار أعلم أهل الأرض، وعمر بن عبد العزيز ما كان بياخد فتوى إلا منه هو شخصيا. الأربعة أحلامهم اتحققت ولو أن بعضهم على حساب بعض. ياه. بصوا يا جماعة، في آية في القرآن احفظوها، فاتح عليها وأرجوك يمكن ما سمعتهاش بالفكرة اللي أنا هقولها لك دي. الآية بتقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. حد عارف يعني ايه وتمت كلمة صدقا وعدلا؟ من معانيها: يا عبادي إن صدقتم في طلبكم من عدلي أن أحقق لكم أمنياتكم. تاني: وتمت، تمت مكتوب على الأرض، وتمت كلمة ربك صدقا. إذا كان منكم الصدق كان مني العدل، وعدلي أن أحقق لكم أمنياتكم. صدقك مش بس إنك تتمنى، إنك تجري على طلبك. صدقت في طلبك، إذا صدقت مع الله مش بس في حاجة دينية، لو صدقت في الدنيا إنك صدقت في هذا الطلب، مسلم أو مسيحي، غربي أو شرقي، أيا كان اتجاهك، بشر من خلق ربنا، إذا صدقت فما بالك بقى لو كمان النية لله. إذا صدقت في طلبك حق على الله وعدل من الله، من عدل الله أن يحقق لك أمنيتك. عمرك فكرت في الآية دي كده قبل كده؟ فما بالك في رمضان، شهر إجابة الدعاء اللي فيه ليلة القدر، اللي كل ليلة دعاء يستجاب. عرفت ليه أنا بقول بالقوة دي؟ أحد ستيفن كوفي وهو رجل غربي بيقول في كتابه حتة عجيبة جدا، بيقول إيه؟ بيقول إن القرار الذي تتخذه لمصير حياتك في الدنيا غالبا تحققه لك الأيام. القرار اللي تتخذه إن ده مصير حياتي غالبا تحققه لك الأيام. حد مصدق هذا الكلام؟ ها بقى إيه أمنيتك؟ نفسك في إيه؟ أتجوز فلانة، أمتلك شركة كذا، أبقى غني. حسب نيتك بقى في الاخر، بتعملها لله ولا بتعملها ليه؟ النيه دي هتبان، هتبان في يوم من الايام، لان لازم ربنا هيحطك في اختبار تتعارض مصلحتك مع الهدف. فهمتوا القصه؟ الاربعه تمنوا.